السلام عليكم الإخوان، كي دايرين بخير؟ فيديو تعليق خفيف ظريف كما العادة. داخل مثلث برمودا وإلا قلبتي في جوجل غادي تلقى فيها واحد الجزيرة سميتها جزيرة القديس داود، وبزاف ديال الجزر تما عندها أسماء توراتية مفرفرة. هذيك الجزيرة فيها واحد القاعدة عسكرية سميتها كيندلي، قاعدة لعبت دور البطولة في الحرب العالمية الثانية، هي اللي كانت مسؤولة على تأمين إمدادات عملية الحلفاء في المحيط الأطلسي ونقطة وصل في الاتصالات البرية والبحرية ومحطة رئيسية في التزود بالوقود للطائرات الأمريكية العسكرية والطائرات الخاصة ديال صحاب الحال. لكن المهمة السرية ديال هاد القاعدة أمولي الصديق كانت هي حماية واحد الجزيرة صغيرة أخرى ماشي بعيدة بزاف عليها سميتها جزيرة الضلع، جزيرة عمرك شفتيها ولا غتشوفها في شي خريطة، بحال مجموعة من الجزر المخفية، أي سفينة أي طيارة ولا غواصة داز من حداها بلا إنذار كيطلقوا الصواريخ من كيندلي وكيغرقوها وكتمسح في مثلث برمودا. في 2008 جزيرة الظلام غتعرف في واحد العشية زيارة 5 ديال الطيارات خاصة نزلت فيها، كانوا 5 من صحاب الحال من صحاب النجمة. اجتماع سري نادر فاش يكونوا مجموعين فيه أعضاء من هذيك الدرجة، هاد الأعضاء ما كيتعرفوش بالسميات غير بالأرقام، كل واحد معلق في عنقه نجمة في وسطها رقم وهذاك الرقم هو سميته. ملي تيكون شي اجتماع بحال هاد الاجتماع ديال النجمة كتكون الطبلة ديال الاجتماع حتى هي دايرة بحال النجمة، كترأسها مول أقل رقم، وفي هذاك الاجتماع كل واحد من هذوك الأرقام كان عنده نفوذ فايت نفوذ ديال رئيس شي دولة في حجم ميريكان. بعد الطقس الديني المعتاد اللي تيسيل فيه الدم كبير الجلسة غادي يفرق عليهم ملفات خضر، جوج على اليمين ديالو الملف ديالهم كان مرسوم فيه خنجر أحمر والجوج الاخرين الملف ديالهم فيه ثور احمر. مالين ملف الخنجر غادي يتكلفوا بعمليه التفاصيل ديالها كانت سريه، عمليه تسمات بالخنجر الرقمي. اما مالين ملف الثور العمليه اللي تعطاتهم يتكلفوا بها كان سميتها تاور الجائع. كل واحد خد الملف ديالو وخد التعليمات، وهذوك الاربعه غادي يكونوا مسؤولين قدام كبير الجلسه، وهما كذلك كل واحد غادي يمشي ترأس اجتماع النجمة في شي بلاصة أخرى سرية باش يبداو العملية. العمليات بجوج تبرمجوا باش يبداو في نفس الوقت ويوصلوا للهدف في نفس الوقت، والهدف أمولاي الصديق ومولاتي كان هو إيران. إيران اللي في ذاك الوقت ما كان بقى ليها والو وتكمل البرنامج النووي ديالها، وحنا تنهضروا على 2008. اجتماعات النجمة والخطط ديالهم غادا تخرج من الظلمة للواقع، والتنفيذ بدا. في 2010 إيران غادا تفيق على كارثة عظمى، أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشآت تتنز تفرفر لها الضمير، والعلماء والتقنيين مفهموش ومعرفوش منين جا المشكل. أجهزة الطرد ولات كدور بواحد السرعة ماشي طبيعية، والتقنيين ماشي هما اللي كتحكموا فيها، كتطلع للماكسيموم وكتهبط للماكسيموم، وهذا التغيير الكبير في السرعه ولا تدمر لهم الاجهزه، نص منها تدمر وما عرفوش السبب، غتنوض البانيك والقياده غتدخل على الخط وغيدخل لها الشك، واللي شكوا فيه كان الاعدام. غادي يعدموا شحال من واحد، والمهندسين بالخلعه غادي يخدموا بعض الاجهزه واخا كانوا عارفين انها خدامه بشكل غير طبيعي وعاد كمالت الباهيه وزاد تدمرات اجهزه اخرى. غادي يبقاو على هاد الحال حتى لواحد النهار غتجيهم رسالة من مجهول فيها أن السبب هو فيروس ستاكسنت. فيروس قالوا عليه عباقرة البرمجة أنه ماشي خدمة ديال القراصنة، هادشي مخصورة عليه فلوس صحيحة ما يمكنش تحملها شي جهة ولا منظمة، محتاجة مبرمجين وبرامج متطورة موراه، وهاد الخدمة كاينة غير دولة وحدة هي اللي تقدر ديرها، وهي ماشي أمريكان ولا روسيا. فيروس خرج من شمال اوروبا كيتسارى حتى وصل لشرق اسيا، تيدخل لاي بي سي تيقلب واش هو المستهدف الى لا تيلبد، دخل شويه يسبي لهداك البي سي
تيخرج معاه واي بلاصه تحط فيها داك الاو اس بي تيدخل ليها، وبقى بنفس هذه العمليه حتى وصل لايران. المنشاه الايرانيه كانت معزوله على الانترنت باش تحمي راسها من اي هجوم سيبراني، ومع ذلك شي تقني وبلا ما يعيق غادي يدخل ليها هذاك الفيروس بالاو اس بي. هذاك الفيروس كان بروغرامي على واحد النوع ديال الاجهزه ديال التحكم الصناعي ديال سيمنز، صار العالم كامل تقلب على هذيك الاجهزه حتى اخيرا لقاها، عاد غادي يتحول وغادي يولي هو اللي كيتحكم فيها. ايران غتخسر زباله ديال الفلوس باش تعاود كل شيء، واهم حاجه طرات هي سنوات اخرى ديال الانتظار. هذيك الرساله المجهوله كانت مقصوده، وبسببها ايران غادي تقبل المفاوضات وغادي تقبل المراقبه من القوى الكبيره، امريكان، بريطانيا، الصين، روسيا، فرنسا وألمانيا. إيران غادي تقبل كاع الشروط اللي فرضوها، ومنها تخفض أجهزة الطرد من 19000 ل 5000، وكذلك تخفض مخزون اليورانيوم، وكل ساعة فريق من المفتشين حاضيها حمقوها. كانت هذه هي عملية الخنجر الرقمي وأول حرب إلكترونية في التاريخ، حرب دمرت البنية التحتية وحققت الأهداف ديالها بلا تدخل عسكري تقليدي. وهاد عملية الخنجر الرقمي هي اللي فرضت على إيران باش تسني اتفاقيات الهزيمة، وهي اللي عطلت البرنامج النووي الإيراني، وإلى يومنا هذا هذيك القنبلة ديالهم العجيبة كاع ما بغات تكمل. والسبب أمولاي صادق ومولاتي في الملف الثاني واللي هو عمليات التطور الجائع. كيفاش البلان ديال هاد العملية؟ غادي نشوفوه إن شاء الله في الحلقة القادمة. Well, Bucky talk, let talk, let talk, let talk.